اهلا وسهلا، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان؟ رمضان كريم ان شاء الله، يدخل عليكم بالصحه والسلامه. وباش ما تمنيتو يا ربي وبشي رزيق وبكاع داكشي اللي كتمنوا يا ربي، الله يسهل عليكم كامل، الله يعطيكم مرويتي في خاطركم، اللي ناوي في خاطرها شي حاجه يا ربي تحقق لها في هذا الشهر الكريم يا ربي. مهم، لقيتوني صراحه ما فقتش، دابا فقت مع 8، فيقني ولدي على 8 الصباح. بعد بغا فيها الخدمة ونمارش مرت كيبقى ناقص حتى العشرة، العشرة ونص اليوم. قال لي اجا ماما نوض شبك بزاف. المهم من 8 وانا فايقة، دابا رجع شوية ناس، وانا اختكم خاصني بزاف، ما عندي بزاف ما يدار، اذا ما غاديش نرجع الناس باش هكا نوض. يلاه بغيت صراحة ان شاء الله هاد رمضان بغيت نقرا شوية القرآن، ما كذبش عليكم، زعما ما عمرني زعما قريت القران يعني في رمضان بحال هكا، ديما كيشغلني شي حاجه كنقرا، كنبداه وصافي كندير. بغيت زعما هذا العام ان شاء الله باذن الله نقرا شويه القران، يعني كل نهار نقرا مثلا سوره ولا نقرا جوج، باش ان شاء الله نختمو يا ربي يا ربي يا ربي ان شاء الله. نقرا زعما نختمو هذا العام وصافي. المهم لقيتوني دابا نط قبيله صراحه، نط جمعت الروينه، ما اصلا ما كانش عندي الروينه البارح بالليل، جمعت كل شيء، كان بقى عندي الشماعن هما اللي بقاو عندي، غسلتهم صافي، هادشي اللي كان عندي. فطرت زياد عاود تغديت، وعاود ثاني كنبقى العشاء من البارح. انا ما كذبش عليكم البارح ما تعشيتش وما تسحرتش كنت باغا نتسحر، زعما كنت درت المكانه مع الغيفي مع 4:30، ولكن ما فيقاتنيش ولا ما عرفتش، وقال صونات وانا ما فاقتش، في شويه العطش ما كذبش عليكم، في شويه العطش. المهم قلت لكم دابا غادي نمشي نصلي، الله يقبل، غادي نمشي نقرا شويه القران وعاد ندخل ديك الكوزينه ان شاء الله. شوفوا انا كيف ما ديما ما كنبغيش نكثر بزاف سميتو الشيوات وهذا، حيت داكشي راكم عارفين جوج الناس في الدار، داكشي غير كيبقى يتلاح، وداكشي غير كيبقى الخبز كيبقى يتجمع، اللهم الواحد يدير قياسه. غادي نكذبش عليكم وقال غندير غير البطبوط، اصلا عندي بريوات وعندي داكشي، انا غنجبدهم مسخرهم انا نطيبهم، وغادي ندير غير بطبوط شي، حيت صراحه بطبوط معمر بالطون والمايز، المهم واحد التعميره ديما كنشاركها معاكم، ما عرفتش عاقلين لا ولا لا. المهم غادي ندير نعمر بالطبيطات، ندير عصير الحريره، ما غاديش نديروها، نقدر ندير حسوه، نقدر ندير حسوه. الحريره ما صراحه ما كنشربوهاش بزاف، الا ما شوفوا الحريره كسكسو الرفيسه داكشي كيبغي الجماعه، كيبغي الدار تكون عامره. انا ويوسف ما كنديرها كتبقى لي واحد 4 ايام ولا 3 ايام، يعني كنا كنشربوا مثلا زلافه ولا جوج، داكشي علاش ما غاديش نديرها. بيني وبينك اصلا ما عنديش مطيش، ماشي ما عنديش، عندي شي 3 الحبات يا اختي، نحتاجهم في حاجه اخرى، راه الخضره غاليه. وي بنات حضرتني يدي، غادي نمشي دابا زيد راه رجع شويه ناس، غادي نمشي نقرا شويه القران. شحال دابا الساعة؟ باش نقول لكم شحال الساعة، دابا تقريبا شي 3، دابا 3 والمغرب 3:30، يعني باقي الحال واحد نص ساعة، ناخذ واحد نص ساعة ومن بعد نوض باش ندير هذيك الطيبطات تعجنو، ونجبد الشي الاخر باش هكا يديكونجلا، باش من في العشية نديرو في الفران، طحن العاصي نديرو في الفران، نديرو في الكوكوط نري انا صوف بقى مكماش النهار الاول بديت كندخل وخرج من العاد، غنديرو في التلاجة باش يبرد صافي. هادشي اللي كاين. المهم يلا ندوز معايا هاد النهار، غنحاول ان شاء الله كل نهار نصور لكم فيديو ونشارك معكم شي هوا بحال هكا، صافي شنو بان ليكم بقى بحال هكا، ولا ندير نهار اه نهار لا. المهم الله يقدرني ندير نهار كل نهار، ولا ما نقدرش غادي ندير نهار اه نهار لا ان شاء الله باذن الله. يلا كنبوسكم.
مهم بنات دابا غادي نبدا نشوف البطبوط. كنظن وقال كلشي عارف. المهم انا كندير شويه الملحه شويه الخميره تقريبا واحد المعلقه ديال الخميره صافي. غندير الفورس ندير القمح وانا كنزيد عاشقه ديال السنيده باش هكا كيجيني داك اللون المحمر ديال البطبوط. صافي شوفي اختي هاد الكاس هذا جايني من السوق ديال الحامله من بلادنا جابوا لي حتى لهنايا وهذا هو اللي كنشرب فيه انا. كيعجبني نشرب في الطين الاول تهرس وهذا دابا يلا وصلني ها هو هرسوا لي زيت. دابا حاطه كنقول واش غنلصقوا بالكولا واش غيلصاق ولا غتولي فيه ريحه الكولا ولا ما عرفتش. المشكل كيعجبني نشرب في هادشي ديال الطين. صافي المهم كاين شي بنات كيسولوني على العجانه واش صدقات ليك واش زوينه شو شحال مره كنشوفها في لي كومونتير ولكن كنسى ما كان التليفون عمر لي مسحت. قلت لكم هاد الماركه ديال دينوا شوفوا دابا تقريبا عندي شحال عامين واقيلا عندي 2023 21 خديت وقل في 21 تقريبا شي عامين وشي حاجه وباقا مزيانه الحمد لله. زعما كتجلي مزيان ما عمرني درت فيها هذاك الشيء ديال هذاك اللعيبه ديال الكيك صراحه غير كنعجن فيها صافي ما كنديرش فيها. زعما الكيك كنخلطو بالباطور ولا كنخلطو غير بداك الفوي ديال اليد. المهم زوينه ورخيصه زعما بارابور الثمن ديالها راه رخيصه. كنت خديتها وقال بشي خداها يوسف بشي 599 درهم المهم شي 600 درهم فحال هكاك. المهم زوينه هذه البنات لقيتوها غير خذوها اديرها في مرجان تلقاوها في مرجان صافي. المهم دابا ندير العجينه تتشن خليها تخمر وغادي نمشي باش نبدا نصاوب العمار. هنايا البنات درت حتى لي كريب باش هكا نتسحروا بهم يعني حتى ما كناش في الدار نتسحروا بهم. هما هادو اسهل كريب وكيجيو كميه زعما ديال جوج الناس. بغيتو كانت عائله كبيره تقدروا تدوبلوهم. المهم هنايا عندي بيضه عندي ساشي ديال الفاني السكر على حسب الذوق. انا درت هنا جوج معالق ونص تقدروا ديروا ثلاثه المهم على حسب شوفوا نتوما كيفاش كتبغيو. مش حلوين بزاف يعني كتبغيو تعمروهم بالشوكولا ولا كتبغيو تحطوهم غير بحال هكاك صافي. هنا طرب داكشي مزيان وزدت عليهم نص كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب صافي. غنخلط عاوتاني مزيان وغادي نزيد نص كاس ديال الماء. الماء راه درتو غير من الروبيني ما دافي ما حتى شي حاجه غير من الروبيني صافي. وهنا غادي يحتاج تقريبا واحد الكاس ولا كاس وربع ديال الفورس. غربلتو مزيان باش هكا ما يتكونوش لي داك الحبيبات صافي. غادي نخلطو غادي نخلط كلشي وغادي نغطيه بالسلوفان. غنخلي غير شويه. شوفوا هاد لي كريب زوين انكم ما كتسناهمش واحد 15 دقيقه عاد كتجيو طيبوا فيهم لا ديك الساعه كطيبوهم. غير انا غير قلت باش هكا بد ما نوجد الحشوه ديال العماره ديال البطبوط عاد نطيب هادو يعني حتى كيوجدوا دغيا. المهم راه ساهلين البنات شحال من وحده كتسوني على لي كريب لي كريب. هانتوما هادو راه ساهلين وكيجيو فنين كيجيو زعما وساهلين حتى في المقادير ديالهم. وهذه العماره ديال البطبوط انا كتجيني احسن عماره ديال البطبوط هي هذه من غير هادوك اللي كيكونوا عامرين بالكفته والكشي ولكن هذيك العمارة البارده كتعجبني بحال هكا. المهم هنايا خديت شويه ديال الزيتون القزبر والمعدنوس خز ومحكوك حكيتو. هنايا قطعت حتى داك الخس قطعته هو صغير. سلقت بطاطا قطعتها مربعات سلقتها صفيتها ودرتها تما. وهنايا عندي بيضه. هاد البيضه صراحه تتبنن ديك العماره كتبنن هاد البيضه يعني مسلوقه صافي. وغادي نزيد عليهم الطون جولي. المهم الطون اللي عندكم انا كنشد هذاك جولي ما كنديروش كامل لان اصلا ما غاديش نعمر بزاف ديال البطبوط. المهم هنا درت المايز حتى هو درت منه شويه والطون حتى هو غادي هاكا نديرو في واحد البواطا ونمعكم مزيان وندير تقريبا غير النص ديالو. حيت منه غير شويه ديال الزيت اصلا هاد الطون ديال الجولي ما كيكونش فيه الزيت بزاف ماشي بحال الاخرين. درت منه حتى هو شويه صافي. وشنو اخر غادي نزيد وفي بلاصه المايونيز انا درت هنايا دانون بيرلي مسوس جا بنين جا بحال درت شو المايونيز غير هذا جا مبنو شويه.
صافي درتو، غادي نزلها شويه الملحه وشويه البزار و غادي نخليها هكا حتى نبغي نعمر بها البطبوط. صافي هنايا كيفما شفتوا هنا العجينه ديال البطبوط شو خمرات، شوفوا خليوها تخمر مزيان، كل ما خمرات مزيان في الاول ما غاديش تستناوها المره الثانيه تخمر عاوتاني بزاف، فهمتوا؟ المهم هنا نسيت ما قلت لكمش قبيله، راه في العجينه ديال البطبوط راه زدت شويه ديال الزيت البلديه باش هكا كتجي ديك العجينه رطبه. صافي هنايا خمرات، هنايا كنجمعها بشويه ديال بالزيت حيت كتشو العجينه راه مرخيه باش هكا البطبوط حتى هو يجي مفشفش وما يجيش قاصح، ماشي ما يجيش بحال الخبز، فهمتوا؟ صافي غادي نقطعها على ثلاثه وغادي نبدا نشكل، غادي نبدا نسرحهم بالمدلك وغادي نبدا نقطع ما نديرهم مربعات، وشي وحدين غادي نديرهم دايرين، ولكن هاد المربعين هادو يعني ما كيضيعوش ليكم، ما كيضيعوش العجينه بزاف، ماشي بحال داك اللي كيكون مدور خاصكم تقطعوا داك الجناب كتحيدوه. المهم هذا ما كيجي ما كيضيعش العجينه بزاف بزاف، خاصك تعاوتاني ديرها في بلاستيكه وتخليها ترخى، وهي اصلا العجينه كيف ما قلت لكم راه مرخيه. صافي داز نهاركم مزيان، دازتكم بخير ولا خير؟ الحمد لله حنا فطرنا فطرنا كبيره وخرجنا، مشى يوسف جمعنا مع زياد، ما كرهش الصراحه نمشي ولكن زياد ما قدرش نمشي، صليت غير في الدار وصافي وخرجنا، خرج زياد باش هاكا يلعب شويه ويعيا ومشي ينعس، عرفتو خلي الدنيا مقرب للكوزينه، باقي الموان باقي ما غسلتهم ما حتى شي حاجه، غير جمعت غير الطبله صليت وخرجت حتى رجع دابا عاد نغسل الماعن، وهذا نغسل الماعن صاحب شي حاجه للسحور، انا صاب غير فطور صراحه، وباقي داك لي كريب وعندي الشوكولا انا نسحرو بيهم وصافي، وعصير مرة هو هذا المكان. المهم هنا غنحبس لكم فيديو باش هكا الفيديو ما يجيش طويل بزاف وما تملوش، هنا غادي نحبس الفيديو ونقول لكم ان شاء الله فراسكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد ان شاء الله، يلا كنبوسكم كاملين، باي باي بيبي.